مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة أمس تمكن المقاتل المغربي نور الدين بن موح الفوز على حساب خصمه البريطاني كيرير دود بقرار إجماع الحكام، وذلك ضمن بطولة غلوري ريفاريس التي نظمت بالعاصمة الهولندية أمستردام. قبل مشاهدة النزال، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين ورياضة القتالية فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة. We have a winner by unanimous decision in favor of the man in the white corner, not him, Ben Nordin, congratulations. I've not known in a very long time, and he's never, ever in a dull one. You know what?